تعرفي ان الغبار الجوي اللي حوالينا ده بيتكون من عناصر دقيقة جدا. الرمال الناعمة والمساحيق اللي بتثيرها الرياح في الهواء، الصحارى والوديان. طب يا ريهام، مرورا بحبيبات من اصل نباتي او حيواني، ودي بتوجد في الغابات والمناطق الزراعية. لو افترض الباشا والهانم يطلبوا حاجة. طيب استاذن حضرتك لحظات عشان مركزين شوية. ركزوا يا فندم براحتكم، انا لحظات وحاجه لكم. اشكرك. متوقفنا عند ايه يا ريهام؟ اكتب يا ريهام، احتراق النيازك والشهب في اعالي الجو في الفضاء بينتج عنه رماد، ده غير المواد الحارقه اللي بتقذفها البراكين من جوفها. الله 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 الله، ما شاء الله. الحقيقة يا فندم أنا مستمتع بهذا الكلام، كلام عظيم. طب أجيب لكم اتنين مشروب كده عصير فريش عشان الغبار اللي في الجو. استأذنت حضرتك في لحظات. ما أنا غبت لحظات وجيت لساعتك. طيب يا فندم تحت أمرك. ما
توقفنا فين يا ريهام؟ اكتبي يا ريهام. كل دي عوامل طبيعية بتكون الغبار الجوي، أما تجارب الأسلحة الذرية والانشطار النووي فده بيكون الغبار الذري. الغبار الذري ده يا ريهام للأسف له أثر مدمر على الجنس البشري كله، لأنه بيعوق الطاقة الشمسية إنها توصل للأرض. عشان كده يا ريهام زمان لما كانت البراكين منتشرة على سطح الكرة الأرضية ده تسبب في ظهور العصر الجليدي. العصر الجليدي ده بقى يا ريهام العصر الجليدي أنا أفندم معاكم، وإن شاء الله توصلوا للعصر الحجري حد، أنا تحت أمركم. لحظات، ما أنا تقريبا خلصت اللحظات كلها. حاضر يا فندم، لحظات وتحت أمر سعادتك، براحتك. الله يا أستاذ خالد، حضرتك بصراحة أحسن مدرس مساعد عندنا في الكلية. ما تحرجنيش يا ريهام، الزملاء كلهم ممتازين. لا بجد، ده مش رأيي أنا لوحدي، ده كل الطلبة بيحرصوا على حضور المحاضرات بتاعتك. العلم يا ريهام هو الحياة، ومش لازم أبداً إنه يتقدم بطريقة جافة عشان الطلبة تستوعبه بسهولة. بس ليه حضرتك ما بتديش دروس خصوصية يعني؟ أصل أكيد مرتبك يعني 300 جنيه بس، وحضرتك عايش بيهم إزاي؟ ده أنا بابي بيديني مصروف 1000 جنيه وما بيقضنيش. دروس الخصوصية يا ريهام مشكلتها إن هي بتخلق حالة من عدم التكافؤ بين الطلبة، يعني الطالب اللي معاه فلوس بيشتري العلم بفلوسه، والطالب اللي ما معهوش حتى ولو كان موهوب علميا ما بيلاقيش العلم اللي عاوز يعرفه. وأنا نشأت من طبقة متواضعة لقد حالها، ذاكرت لوحدي ونجحت لوحدي وبدون مساعدة من حد. علشان كده يا ريهام أنا برفض إني أبيع العلم بأي ثمن. اكتبي يا ريهام، اكتبي الباراجراف ده من صفحة 180 لصفحة 184 بسرعة. لا مؤاخذة، أتهيألي أنتوا خلصتوا العصر الحجري، قلت ألحقكم قبل ما تخشوا في العصر العباسي. تشربوا إيه؟ بقول لحضرتك إيه؟ أيوة، هو في هنا مينيمم تشارج؟ أيوة، كام؟ 25 جنيه. 25 جنيه. طب قول لحضرتك إيه؟ أيوة، أنا معايا 25 جنيه، بس أنا مش هاخد حاجة لنفسي. حضرتك شوف الأنسة تاخد إيه في حدود ال 25 جنيه، قلت إيه؟ حاضر. الهانم تشرب إيه؟ إيه لا أنا عاوز آكل، أصل ما فطرتش، ميتة من الجوع. طب يا ريهام، طبعًا في هنا سندوتشات. ايوه فاهم، في حدود ال 25 جنيه برضه؟ لا 25 جنيه ازاي، دي سندوتشات. يعني انا ممكن اوصل مع حضرتك، عارف هنا 2 جنيه و10، ممكن اوصل مع حضرتك لحد 32 جنيه، بس اروح الحمام الاول. هو فين الحمام يا صاحبي؟ هو كان هنا اظن. اللي هناك اهو. حضرتك تطلبي سندوتشات ايه؟ لا انا عاوزه كوردون بلو فلي بوف. الواد راح في ده. نعم، عاوزه كوردون بلو فلي بوف. في حاجه؟ خدمه وصندوق ضريبه مبيعات. حاضر يا فندم، تحت امرك. البيل مع حضرتك لحظات وجاي. حساب في حدود 31 جنيه عشان قدامك. 31 ايه ده؟ حساب عدى ال 100 جنيه. 100 جنيه ايه؟ ممكن ايه؟ انا حضرتك مش عامل حسابي على كده. خلاص يا حبيبي، انا اديت الاوردر، استنى، ما اقدرش استنى لحظات. بقول ايه يا ريهام؟ وانت مصره تاكلي هنا؟ اصل انا بيخيل لي ان الاكل هنا رديء. هنا؟ ده هنا احسن مكان للاكل. ده تشيت توتو احسن مطعم للاكل دلوقتي.
انت دلوقتي هتاكل وتدعي لي. اصل انا عاوزه يبقى بينا عيش وملح. عيش وملح عشان يتمتع. هيبقى عيش وحلاوه. مالك يا استاذ خالد بتفكر في ايه؟ في الحلاوه. في النظريه، نظريه الانشطار النووي وانتشار الغبار الذري. انا كمان عندي نظريه عاوزه اشرحها لك. نظريه؟ نظريه ايه؟ لما تبقى واحده معجبه بواحد قوي وشايفه ان هو احسن واحد في الدنيا، تعمل ايه عشان تخليه هو كمان يحس بيها؟ والله العظيم ما طلبت حاجه. وانا بتي على فكره انا قلت لبابي ان انا معجبه بيك. بيه انا؟ بس هو سالني سؤال كده ما عرفتش ارد عليه. سؤال ايه؟ سالني وهو انا انت عارفه يا ريهام لسه قدامي ماجستير والدكتوراه والمواضيع دي يعني محتاجه وقت وضمير. انا بابي ما يهموش الحاجات دي كلها، المهم عنده ان انا اكون بحب انسان محترم وليه قيمته في المجتمع. مش هتاكل ولا ايه؟ انا وانا كل ما هقول لك حاجه هتقول لي انا؟ لا اصل انا ماليش نفس يا ريهام. فعلا الفلي ده مش ويلدون قوي يا متر. نرجعه. اي فندم ممكن تشيل ده وتجيب لنا جمبري؟ 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 ايوه عايزه جمبري مشوي، اصل بحب اكله كده من غير عيش. اللي فاضل عندنا السويس الكبير قوي ده، كده الحساب هيعدي 250. على فكره انا اللي عزمك. لا عزماني ازاي يا ريهام؟ معقول تبقي معايا واسيبك تدفعي؟ انا كنت متاكده انك هتقول لي كده. هو ده اللي بيعجبني فيك، انت راجل قوي يا خالد. بس يا سيدي ما تزعلش، خلاص انا قبلت العزوم. طبعا انا اللي هدفع. اقفل الشيك؟ لا اقصد تعملوا هنا بنانا بوت؟ ايوه فندم. ده انا بموت فيه. طب هات اتنين. ايه؟ انت مش بتقولي عامله دايت؟ عندنا بنانا دايت الصغير البلدي ابو نقط. انت معايا ولا معاها؟ لو سمحت ممكن اقابل صاحب المحل؟ ليه؟ بقول له زبون عاوز يقابله. اتفضل. على فين يا خالد؟ لحظات. ادخل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك زبون ليك شكوى من الاكل؟ لو ولد من الولاد اللي بره دول قصر انقطه برقبته. لا هو احقاقا الحق للاكل كويس جدا الحمد لله، انما يعني مساله محرجه جدا انا مش عارف اقول لحضرتك. لا اوعى تتكلم عن الاسعار، اسعارنا معتمده من وزاره السياحه، وبعدين احنا ارخص من غيرنا بكتير. طبعا يا فندم واضح ان حضرتك. اعرف حضرتك بنفسي الاول، انا خالد عبد الحكيم مدرس مساعد في كليه العلوم قسم الجيولوجي جيولوجي. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. انا لسه ما بقتش دكتور، انا بحضر الماجستير. ده حضرتك تشرف وتنور مطعمنا. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. في الحقيقه هو في مشكله صغيره. خير ان شاء الله. اتفضل حياتك. اتفضل اهلا وسهلا. اتفضل. هو الحقيقه مش خير قوي يعني، اصل احنا طلبنا اكل والحساب عدى 300 جنيه. فهمت. وحضرتك طبعا ما كنتش عامل حسابك ولقيت الفاتوره عاليه شويه، ولا يهمك كان مفيش حاجه حصلت، ده محلك. ربنا يخلي سعادتك يا فندم، ربنا يخلي سعادتك. انت حضرتك تاكل وتشرب وتتهنى وتحلي كمان، وبعد ما تخلص خالص نبعت معاك ولد من الاولاد لغايه البيت يجيب ال 300 جنيه. رب لا حضرتك زي ما حضرتك مش واخد بالك، وللاسف في مشكله ان المنزل كمان ما فيهوش فلوس، يعني انا مرتبي كله حضرتك 300 جنيه. خلاص تعبت ولقيناها. الولد يروح معاك الجامعه، تقبض مرتبك وتديله 300 جنيه. مرتبي يا فندم؟ انا مرتبي والحمد لله بيخلص يوم 4 في الشهر. انا هقول لحضرتك حاجه، مش ثانيه واحده، انا ده هو المبلغ اللي معايا 31 جنيه. انا يعني انت
مش هتدفع الحساب خالص؟ طب ودول؟ اقبضهم منين؟ انت عاوز تاكل بلوشي؟ اطلاقا يا فندم اطلاقا. اكل بلوشي؟ اكل بلوشي ازاي اطلاقا؟ طب هنحلها ازاي؟ يعني هتقسط لي 300 جنيه؟ كل شهر 10 جنيه؟ لا يا فندم، لان انا ما وعدتش حضرتك ان انا اقدر اوفر 10 جنيه ومرتبي كل شهر، ده تبذير، وبعدين انا راجل دغري وما احبش اخدع حضرتك. يا فندم المبلغ ده مش معايا ولا عمره هيكون معايا ابدا. وبعدين انت طالبت ده ليه؟ فندم خليت ربنا. طب اسمع، انا هقترح عليك اقتراح احتمال يكون وجيه. ما تخلي البنت اللي قاعده معاك دي تدفع الحساب، مش هي اللي كانت؟ يا فندم البنت اللي معايا، يا فندم البنت اللي معايا دي بنت تلميذتي في الكليه، يرضيك برضه حضرتك ان تلميذه تدفع لاستاذها؟ طب يعني يرضيك ان انا اشحت لما كل زبون يعمل زي كده وما يدفعش الحساب؟ صدقني يا فندم انا اتورطت، انا كنت عامل حسابي على اتنين شاي ينسون نعناع وهنمشي على طول، هي بقى طلبت اكل وانا يا فندم والله العظيم ثلاثه ما دقته. وبعدين يعني النهارده تحديدا صعب قوي ان هي تدفع لي. مش معنى يعني النهارده تحديدا ما تدفعلكش؟ اصل بصراحه يعني وبدون ما ادخل حضرتك في مسائل شخصيه، اصل النهارده اعترفت لي بحبها. فهمت فهمت، وانت بقى يعني انما حضرتك ذنبك ايه؟ حضرتك مالكش دعوه بالموضوع ده خالص، ده موضوع شخصي. طب يا فندم فندم انا عندي فكره بناءه، انا ممكن اسدد لحضرتك باسلوب تاني. انا يا فندم ممكن اشتغل بيهم هنا عند حضرتك. بتشتغل ايه؟ ده انت يا ابني كليه علوم قسم جيولوجيا، هو انا عندي منجم هنا؟ لو كنت قسم كيمياء كنت شغلتك في المطبخ. يا فندم اشتغل نايت شيفت، اي حاجه اللي حضرتك هتقول عليه انا هعمله، صدقني يا فندم. معلش بص حضرتك، انا هكتب لحضرتك السي في بتاعي عشان حضرتك تعرف كل المعلومات عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا فندم، الاسم خالد، عشان متواتر في خطي وحش، عبد الحكيم، عبد الغني، فرحات. بس 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 خلاص خلاص بس 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 كمان عشان حضرتك تكون مطمئن، ده حضرتك الرقم القومي بتاعي عشان رقم الطن 327-54-4. لو سمحت يا فندم حضرتك شغلنا ايه؟ شغلنا عندك ربنا يخليك يا فندم. انا شغالك ايه بس؟ ده انا بمشي اللي عندي يا فندم لو سمحت. اصل بصراحه كده يعني انا الشغل ده كمان محتاجه، مش بس عشان فطوره النهارده، لكن عشان مصاريف الماجستير. طيب روح مشي التلميذه اللي معاك دي وارجع لي تاني لما نشوف هنعرف نشغلك ايه. لحظات يا فندم لحظات. طيب بس بقول لحضرتك ايه، بالنسبه للفاتوره عشان لو نزلت هيكون في اخراج. خلاص مفيش فاتوره. هيكون في اخراج. خلاص مفيش فاتوره فندم. خلاص هقول لهم ما ينزلوكش فاتوره. استنى خد فلوسك، يمكن البنت ما معهاش حق التاكسي. البنانا بوت هنا يجنن يهوس. ما تاكل انت، ما اكلتش ليه؟ لا ده انا نفسي اتفتحت على الاخر، ده انا هاكل اكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت والله عايز واحد اتنين فتت موزه. على فكره يا ريهام لو عايزه تمشي انت تقدري تتفضلي، علشان انا مضطر يعني انتظر شويه. يعني انت مش حسبت خلاص؟ لا طبعا حسبت، بس يعني في نظريه علميه شغله دماغي فهقعد افكر فيها شويه. طب انا هضطر امشي بقى. مش بس انا فعلا كان نفسي اقعد معاك، بس مش هينفع، عندي بيبر ولازم اسلمه بكره. ميرسي قوي على كل حاجة، بجد النهاردة كان أسعد يوم في حياتي. باي باي. أسعد يوم في حياتي أنا كمان.
خد اغسل دي. المطبع اللي اتكسرت دي كلها مخصومة عليك. مساء الخير يا حبيبي. أهلا يا خالد، في حاجة؟ بستأذن بس إن أنا حاجة بكرة متأخر شوية. ليه؟ بس عندي محاضرة لحد الساعة 6 مساء، وبعد كده لازم أروح المكتبة عشان الرسالة، ثم همر على المطبعة عشان أشوف اللي اتكتب. تعرف يا خالد، أنا واثق إنك إن شاء الله هتعمل حاجة كبيرة قوي. اسمع، خد ايه دول يا عادل بيه؟ يعني يا ابني يمكن تحتاج حاجة. ده جميل، أنا عمري ما هنسى في حياتي. أنا عارف يا خالد مصاريف الماجستير قد كده كبيرة. أنا أصلي حاولت أعمل ماجستير قبل ما أسافر إيطاليا، لكن ما قدرتش، ما كانش معايا فلوس. مش عارف أشكر حضرتك إزاي. شكرا. ايه ده يا خالد؟ سمحت يا كابتن ابراهيم، تكلمني باحترام. احترام انت هتعمل لي فيها مهم؟ الفلوس دي منين انت؟ دي عادل بيه اديهم لي. ليه، مكافاه ولا نصيبك في الارباح؟ ده نصيبي في السلفيات، دول سلفه. انا مش عارف المعامله الخاصه اللي بينكوا دي في ايه. احترم نفسك يا كابتن ابراهيم. انا احترم نفسي؟ انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ انت حته ستيور تغسل تكنس تمسح، انا هنا كابتن، فاهم يعني ايه كابتن؟ ايه في ايه يا فندم؟ بعد اذن سعادتك، مش عارفيني شغال يا فندم، بيتقلط علينا. شوف يا ابراهيم، خالد ده مالكش دعوه بيه نهائيا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا يا ابني غير هدومك وروح شوف وراك ايه. يلا. واحد، اثنان، ثلاثه. ايه الحكايه بالظبط؟ ما شاء الله، عامل نظافة ستيوارت وقاعد بتقرا. بتقرا ايه يا استاذ؟ هذا الكتاب يتحدث عن احتمال وجود علاقة بين الانشطار النووي واحداث كارثة تسونامي. سوداني، سعادتك عايز تاكل سوداني يا استاذ؟ ده مطعم محترم. انت ايه، قرد نسناس؟ ده محل شغل، محل اكل عيش. هاتولي الكتب دي. بس عم انا اشوف لكم الاستاذ ابيار ايه. سيب الكتيب. مين ايه ده؟ ده بالانجليزي. بالانجليزي؟ بتقرا بالانجليزي يا كلب؟ ده مطعم محترم، تشتغل بالعربي وتلاقيك بتخدم بالانجليزي. نعم عادل بيه، عايز حضرتك. وايه اللي جاب عادل بيه بدري كده؟ الكتب دي تتحفظوا عليها لحد ما اجي، ومحدش يتحرك من هنا. انت تستناني كلها لحظات واجيلك. انا مش قادر افهم، نبيعه ولا نقفله ولا اجره مفروش؟ في ايه عادل بيع الصبح؟ ما المكان اهو كل يوم ما شاء الله مليان زباين، ومفيش ترابيزه فاضيه، والمطعم شغال زي الفل. طيب لما المولد ده يتنصب كل يوم، والمطاعم اللي في البلد كلها تقر علينا وتحسدنا، ونيجي بقى للمكسب نلاقيه صفر، يبقى في ايه؟ هات لي كل الموظفين اللي بيشتغلوا عندي هنا في المطعم. اسمعوا وعوا، انا من ساعة ما فتحت المطعم ده وانا مطنش بمزاجي، بس عارف كل واحد فيكو بيعمل ايه. أنا مراقبكم مراقبة تامة ومصوركم كمان. أنا مش عاوز أسمع ولا كلمة، أنا عاوز أرفض نصكم بصراحة، بس قلبي مش مطاوعني، عشان كده هديكم فرصة أخيرة. بس اللي يغلط غلطة واحدة بعد كده هرفضه بدون مناقشة. لو سمحت يا عادل بيه، أنا في حيثيات أحب أوضحها لحضرتك كمقدمة موضوعية، لأني بصراحة بقى برفض إن أتعامل هنا معاملة غير حضرية، مما يؤثر في اللاشعور ويحطم من البنية التحتية للخرامة البشرية. نجاتي، الولد ده عاوز يقول إيه؟ هو يبدو إنه مزنوق وعاوز يروح الحمام. ده اللي وصلني. بس أنت هو، أنا مش جاي أهزر معاكم. اسمعوا، أنا هديكوا مهلة أسبوع وتحت المراقبة،
وعلى فكرة مش هتعرفوا مين اللي بيراقبكم، زبون، بيع جرايد، واحد بيلمع جزم، عميل من الـ FBI أو من CIA. القلبة اللي قلبها علينا عادل بيه دي عارف سرها في إيه؟ في عصفورة في المحل هنا بتعصفر علينا. عصفورة إيه اللي بتعصفر؟ الواد ده هو شايفه داخل لعادل بيه بيودود له وخارج من عنده بفلوس. عادل ادى للواد ده فلوس؟ شوف انت بقى قال له ايه علشان يديله فلوس. الواد ده انا مش مستريح له خالص، حاسس انه مباحث جاسوس، يعني عشان عادل يجيبه ويشغله هنا الواد ده مش وش مرمطه. الاول دخل المحل هو وبنوته لذيذه كده وطلب غدا، عمل نفسه جعان وعاوز ياكل ياكل، ساعه الحساب يقول لحظات، يروح الحمام لحظات، يجي لحظات، هراني لحظات، لدرجة إن أنا شكيت إنه نبيل شعيل، بس لما ركزت لقيته فخدة في نبيل شعيل. الواد ده جاسوس وعادل بعته عشان يتجسس علينا. تحب أجيب لك قراره؟ أنا عايز أعرف كل المعلومات عنه. سيبهولي أنا بقى، أنا اللي حفزه. أنا بقى هبقى FBY وسكورت أدرارت، هتعرف. انت انا جيت لنا كده وعادل شغالك كده ونزلت لنا زي الباراشوت، لازم تعرف ان انا برضو شريك في المطعم زي ما عادل في المطعم، احنا الاثنين شركه. استراتيجي انا ماذا فعلت؟ انت كنت بتشتغل فين قبل كده؟ ها؟ كنت بتشتغل فين؟ بتشتغل فين؟ اسمك ايه؟ عيلتك منين؟ عيلتك فين؟ قاعد فين؟ شغال فين؟ انت حضرتك اللي حضرتك قول اتكلم انا حضرتك كنت فين؟ كنت بتشتغل فين؟ كنت بشتغل في مطعم برضه. اه مطعم؟ انهي مطعم؟ مطعم كل وشبع والحساب بعدين. اه اللي في الزمالك عارفه. رحت اكلت وما شبعتش وبرضه دفعت. مش مهم. المهم تخلي بالك من نفسك قوي وانا مراقبك عارف حركاتك كلها. ها؟ اشتغل كويس بذمه اعترف قول جاوب على ايه؟ معرفش بس هسألك وتكون مركز معايا ها؟ تكون جاهز للإجابة. ايه دي؟ ايه دي؟ بتاعت ايه دي؟ شغالة كويس يلا. قاعدين على الترابيزه دي والله ده لولا ان انا متربيه كنت قمت بوست قدام الناس كلها وقال لك اني بيحبك. عيني كيف بتقول حاجات فظيعه فظيعه بس شكله كان مرتبك زي ما يكون اول مره يتكلم مع واحده او حتى يقعد مع واحده. لو سمحت والله هتاكلنا ايه بقى يا متر؟ شوف الهوانم ياكلوا ايه. عادل بيه لو سمحت يا عادل بيه غطيه. دفيني افندي افندي قول لنا عادل بيه ايه ادي في ايه ما تتكلم. ريهام ريهام وجميع طلبه الكليه وجميع الاساتذه هنا مستنيني بره وبعدين ما يصحش يشوفوني وانا بالحاله دي. يا ابني انت ما بتعملش حاجه تنكسف منها. تعرف يا خالد انا اللي عاجبني فيك قوي انك بتحضر الماجستير بتاعك وبتشتغل علشان تصرف على ماجستيرك من شغلك. تعرف في باريس ممكن تلاقي عالم ذره بيشتغل كمساري تذاكر تذاكر تذاكر، في انجلترا ممكن تلاقي دكتور جامعه بيشتغل في محطه بنزين. ايوه عادل بيه ده في انجلترا او في باريس، لكن هنا انا هكون مثار سخريه من جميع الطلبه والاساتذه. بعدين مش بعيد يلفدون من الكليه. الكلام ده لازم يتغير. الشغل عمره ما كان عيب. اسمع انت بتحبها؟ خلاص لو هي بتحبك زي ما انت بتحبها تخرج لها فورا وتمسك خشتك ومقشتك وتقول لها بكل شجاعه انا بشتغل هنا مرمطون. الله عادل بيه. ايوه مرمطون علشان اصرف على الماجستير بتاعي وابقى حاجه. تعرف انا حصل لي حكايه زي اللي حصلت لك دي بالظبط.
أنا زمان كنت بحب واحدة بنت مليونير، أبوها فلوسه كانت لا تعد ولا تحصى، وأنا كنت فقير مفلس، بس ما همنيش، رحت لهم واجبتهم بكل شجاعة، وقلت لهم يا جماعة أنا شحات، تقبلوني؟ وإيه اللي حصل يا حضرة بيه؟ الخدامين شالوني هيلة بيلة ورموني برا البيت. عمري ما حلمت ان انا اتجوز مطرب ولا ممثل ولا حتى لعيب كوره. طول عمري كان نفسي اتجوز انسان محترم، مش مهم يكون شكله حلو ولا هو مشهور. وانا بقى بحب خالد قوي من وانا في سنه اولى، كان يدخل يدينا المحاضره وانا اقعد متنحه حالي، وطبعا ولا كنت بتفهمي ولا كلمه انت بتقولي فيها. بس لعلمك بقى، النوع ده من الرجاله بيبقى خيبه قوي قوي في البيت، يعني لا يعرف يعمل لنفسه كوبايه شاي ولا يساعد في اي حاجه. لعلمك بقى، انا ما بحبش الراجل اللي يفهم في شغل البيت، بحب كده الراجل اللخمه، لو سبته يومين اتنين بس ارجع الاقي البيت ده يضرب يقلب، عشان كده انا انضفه ووضبه يعني، واحس ان هو محتاج لي على طول. يا عيني البت رهام دي بتقول ضرر. ايه رايك النهارده تقعد في الجردان؟ بقى لك كتير يا دكتور ما قعدتش في الجردان. اتفضل اتفضل اتفضل. خالد دكتور خالد، مش معقول تلامذتي في الكليه، ده ايه الصدف السعيده دي؟ خالد انا مش مصدقه نفسي اشوفك هنا. الدكتور خالد ده من احسن زبايني، انا صاحب المطعم، انما هو من اكبر زبايني. استاذ عادل انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. لا لا شكرا على وقتك. صدقني مش عارف اشكر. لا لا مش عارف اشكر. مش خلاص اتفضل اتفضل يا دكتور. اقعد مع تلامذتك، قصدي مع ضيوفك بعد اذنكم. شكرا يا فندم. خالد خالد انا سعيده قوي قوي بالمفاجاه الحلوه دي. ها انت على طول شارد كده. طب نسيبكم احنا بقى يا دكتور. ها ها ايه بس عشان ما نبقاش عوازل. عوازل؟ ما الكليه كلها عرفت يا دكتور. الف الف مبروك. مبروك يا ريهام. باي بقى. وحشتني قوي، قلت اجي المكان اللي اتقابلنا فيه اول مره، بس حقيقي مفاجاه. الطلبات دي طالعه من غير اوردر ليه؟ عادل بيه قال اي طلبات للترابيزه اللي قال عليها خالد تنزل فري. فري يعني ايه؟ الواد ده انا مش مستريح له ابدا. هو ابراهيم الحمار لسه ما جاش؟ ميرسي قوي على القعده الحلوه دي. ده انا اللي ميرسي. هشوفك بكره في الكليه؟ مما لا شك فيه. طب قوم يلا عشان اوصلك. لا توصليني ايه، ده لسه هنا قدامي شغل كتير على على ما بقى قصدي هقعد مع عادل شويه. عادل خلاص انا ماشيه بقى. مع السلامه يا ريان. سلامه. باي باي. خلاص يا خالد، جبت لك قرار الباشمهندس اللي عادل بيه معينه جاسوس علينا. قالوا لك عنه ايه في المطعم؟ مطعم ايه؟ اللي كان شغال فيه؟ بص انا لفيت الزمالك والمهندسين وكل حته فيك يا بلد ان الاقي مطعم اسمه كل وشبع، والحساب بعدين مفيش ابدا يا خال. يعني ايه؟ كان بيكذب علينا؟ هو لازم يكتب، لانه عمره لا دخل مطعم ولا اشتغل في مطعم. يعني يكون هربان من البوليس، عنده طرف الصعيد. يا ريت كنا بلغنا عنه وخلصنا منه. امال ايه مطعم؟ البيه اللي شغال عندنا عامل نظافة شغال في الجامعة. شغال عامل نظافة في الجامعة؟ شغال أستاذ معيد في كلية العلوم. أستاذ معيد في كلية العلوم؟ وأنا ساقط عددية؟ وإيه اللي جابه يشتغل عندنا في المطعم؟ والله اسأل بقى عادل بيه اللي مروقه ومدلعه وبيديله فلوس فوق ماهيته. كده الحكاية انكشفت. وعادل بيلعب بينا وبيتلاعب معانا وبيخلي الواد ده يكتب له تقارير. الواد ده لازم يمشي حالا. هيمشي يا خال، بس سيبنا ماشي بطريقتي. استاذ ورئيس قسم. عادل بيه عادل بيه
انا خلاص طبعت الرساله بتاعتي وان شاء الله هناقش الماجستير يوم الخميس اللي جاي. اتفضل حضرتك شوف. بسم الله ما شاء الله كويس قوي. كل ده بفضل حضرتك، حضرتك اللي وقفت جنبي وطبعت علي على حسابك. انا ممكن ما انساش ده ابدا ابدا. يعني خلاص يا سيدي هنقول لك يا دكتور؟ لا لسه شويه عادل بيه. يعني انا ان شاء الله الاول اخد الماجستير وبعدين التقط انفاسي وربنا يسهل بقى في الدكتوراه. الله الله الله، ايه ده؟ انت كاتب الاهداء باسمي؟ طبعا يا عادل بيه طبعا. اسمع يا خالد، لغايه ما ميعاد مناقشه الماجستير بتاعك انت يا سيدي لازم تاخد اجازه. اجازه؟ ليه بس يا عادل بيه؟ ده انا مستعد اناقش الماجستير دلوقتي حالا، ده حتى ملهاش لازمه الاجازه. اهو هو ده خالد اللي شغال عندنا عامل نظافه، معرفش هو اللي عندكم في الجامعه ولا لا. ممكن اتكلم معاك شويه؟ يتكلم ازاي؟ ده عنده شغل، لو شافوه بيتكلم مع الزباين اكسوا بره رفض على طول. بعد اذنكم يا جماعه اذا سمحتوا. خالد هتهزق نفسك ليه تعمل كده؟ استاذ في الجامعه يمسح ويكنس وتبقى صوره على كل موبايلات الطلبه؟ طب كنت قولي انك محتاج فلوس وانا اديلك. انما انا ما عملتش شيء غلط، انا بشتغل هنا عمل شريف. تشتغل ايه يعني؟ عامل نظافه في مطعم؟ تقدر تقولي ازاي هتدخل الجامعه تاني وتدرس للطلبه ويسمعوا منك؟ ايام أرجوكي كفاية، أنا غير مطالب إن أنا أبرر موقفي، أنا ما بعملش شيء غلط، لا أنا سرقت ولا أنا متهم هنا في قضية أخلاقية، أنا هنا بشتغل. وبعدين في شيء لازم تفهميه، إن أنا ما وعدتكيش بأي شيء، وإذا يعني أنت كنت فاكرة إن أنا في بيني وبينك ارتباط فده شيء غير صحيح. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ انت النهاية طول النهار نتكلم مع الزباين مش فيه هنا شغل؟ عندك حق يا ابراهيم. بعد اذنك عشان عندي شغل. بتاعك وتحط صباعك في عين التخين. بس هي ايه اللي جابها؟ ده المطعم مقفول. يبدو ان في حد من الزملاء صورني وانا بشتغل وبعت الصوره الكليه. دي جريمه وانا لا يمكن اسكت عليها. نجاتي خلاص يا عادل بيه، اللي حصل حصل. مؤاخذة عادل بيه، أنا كنت عامل زيارة مفاجأة للطباخين في الكيتشن ماشين. تعرف تقول لي يا نجاتي مين اللي صور الأستاذ خالد وبعت صورته الكلية وهو بيشتغل؟ للأسف يا عادل بيه إن في جاسوس هنا في المطعم وكله بيكتب تقرير في كله، كله بيصور كله، كله عليك كله. تقصد إيه يا نجاتي؟ مش الأستاذ ده شغال جاسوس هنا عندنا؟ أنا يا مستر نجاتي؟ أنا جاسوس؟ يا ابني أنت بتنكر؟ أنت مش سهران طول الليل امبارح؟ شافوك سهران طول الليل قاعد بتكتب في تقارير، طبعاً بتكتبها بالإنجليزي. اعترف، كونفيس. بيكتب الماجستير بتاعه يا حمار. الماجستير بتاعه يا حمار؟ وبالإنجليزي؟ أيوه، عنده مناقشة يوم الخميس. الله، يعني مش هو جاسوس؟ أمال مين اللي صباي؟ مين اللي كان بيوصل لك التقارير عن المطعم؟ ابراهيم ابن اختك يا نجاتي. ابراهيم؟ ابراهيم شغال على الجنبين، عميل مزدوج، دبل سيستم. انا هفرقه هربيه. لا يا نجاتي.
جاتلي، مش انت اللي هتربيه، انا اللي هربيه يا نجاتي. شوف، من النهارده خالد هيبقى الكابتن بدل ابراهيم، وابراهيم هو اللي هيشتغل في النظافه، هينظف الحمامات بس. الله يا ابو المذنب، نزل العصير عند المتر خالد هنا. ايوه لكن ده عصير رمان، مفيش لكن، ده مليان معادن، بوتاسيوم وكالسيوم وصوديوم، يخليك قوي كده وجامد عشان تتناقش وانت واثق من نفسك. يا جماعه، يا اهل المطعم، اي حاجه يطلبها المتر خالد خلوكم معاه وحواليه، مفهوم؟ شكرا قوي يا عبد البيب، شكرا. ايوه ميرسي يا انس، شوية شوربة بالبهاريز يخلوك تكتسح وتكسب وتطلع الأول. هو مين اللي مرشح نفسه قصادك؟ بس أنا جاتي أخشى إن حضرتك فاهم غلط، دي مش انتخابات، دي مناقشة رسالة ماجستير، يعني أنا لوحدي. أنت لوحدك؟ يا أخي الماجستيرات على أيامنا كانت غير كده خالص. شيء مريب بيحدث، هو في حد مهم جاي المطعم او في حفله خاصه؟ يعني برضو المفروض انا اقوم اساعد الزملاء. يا راجل تساعد مين انت؟ مالكش دعوه، انت خليك في شغلك، ذاكر بس وشد حيلك. يلا بالتوفيق. ها نيو لوك. ما تحسبش على الشوربه دي يعني. اهلا وسهلا. اهلا دكاترة، اتفضلوا. اهلا يا دكتور. اتفضل يا دكتور، اتفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا، اتفضل. اهلا وسهلا. الدكاترة يحبوا يشربوا حاجة في الأول؟ يا ريت شوية شاي. شاي يا متر خالد، شاي للدكاترة. حاضر حاضر. الحقيقة أنا سعادتي لا توصف بتشريفكم مطعمنا تشي توتو. الحقيقة يا دكاترة أنا لما اتصلت بيكم كنت متأكد إنكم هتلبوا الدعوة وإنكم هتقدروا موقف طالبكم خالد. والله يا عادل بيه، إحنا أيام ما كنا في الجامعة كلنا سافرنا أوروبا وغسلنا صحون واشتغلنا كل حاجة، فيها إيه يعني؟ ما فيهاش أي حاجة. وما شاء الله خالد طول عمره معروف عنه إنه شاب مثابر ومجتهد. اتفضلوا، شاي بالقرنفل هيعجب سعادتكم جدا انا متاكد. احنا هنا تشي توتو، مطعم كل حاجه، اي حاجه يطلبها اي زبون هيلاقيها. اتفضلوا. ايه يا عادل بيه، انت عازف كليه العلوم كلها؟ ما شاء الله، ده انا شايف كل ولادنا هنا. طب خلاص كده ما دام اكتملنا، يعني اساتذه وطلاب، يا ريت نبدا مناقشه الرساله فورا. نناقش الرساله هنا؟ هي مش هتبقى مناقشه بالمعنى المفهوم، يعني مجرد ظروف. عموما ما دام الرساله انطبعت يبقى احنا فحصناها كويس وناقشناها مع خالد، يعني المساله تحصيل حاصل، مجرد اشهار علني ان الدارس حصل على درجه الماجستير. واحنا عارفين خالد عامل ايه في الرساله بتاعته. هايل يا خالد،
امتياز ان شاء الله مع مرتبه الشرف. بس بقول لك ايه يا بطل، عايزك بكره ان شاء الله تبقى فايق بالشكل ده. في واحدة مدموزيل كده مزة حلوة عايزاك. ها خالد، أنا آسفة يا خالد، أنا بجد ما عرفتش قيمتك غير دلوقتي. بس أنا لما جيت هنا وكنت زعلانة كنت خايفة عليك. إيه خلود بقى، ما خلاص بقى، ده احنا عشان خدت دكتوراه وماجستير، ده احنا تهرينا دكاترة وماجستيرات قبل كده. يلا يا عم، صافي يا لبن، حليب يا قشطة. أشكرك لحضورك يا ريهام. اسمحوا لي اعلم ان مطعم تشي توتو فخور بان واحد من افراده اخذ ماجستير في كليه العلوم، وبهذه المناسبه يعلن مطعم تشي توتو انه في تخفيض 50% لكل الطلبه في كليه العلوم وكمان هيئه التدريس في كليه العلوم. عادل ده مخ، حتى هو بيعمل حركة جدعانة وخير ما ينساش البيزنس أبدا. يا جماعة أنا عاوز ألقي كلمة. الحقيقة أنا اتعلمت هنا في المطعم ده حاجات كتير قوي. اتعلمت إن الشغل مهما كان مش عيب، طالما إن الإنسان عنده هدف وطموح عاوز يوصله. كل واحد هنا في المطعم له فضل في رسالة الماجستير دي، وأولهم الأستاذ عادل صاحب المطعم اللي ساعدني وشجعني ووقف جنبي، واللي أنا حقيقي مش عارف أشكره إزاي. لا شكر على وجه. حقيقي مش عارف أشكرك إزاي. والله حقيقي أنا مش عارف أشكرك. خلاص يا نزل. وأنا الشوربة اللي جبتها لك في لحظات. مستر نجاتي اللي كلت من إيديه أكل زي الشهد، وإبراهيم وكل الإخوة هنا الحقيقة كانوا أكتر من الإخوات، وأنا أحب أقول لهم إن أنا إن شاء الله هستمر في دراستي العلمية، لكن عمري ما حسيب شغلي هنا في المطعم. مظبوط يا صاحبي، مظبوط.